عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا بخير صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه مبروك عواشركم. اليوم غندير لكم واحد العصير اللي كيجي صحي ولذيذ ومنعش ولذيذ بزاف، والفاكهه اللي ساهله يعني عندنا قليل ديال الفاكهه، كيخرج لنا حتى 2 لتر او اكثر ديال العصير. الى انا درتو يعني درت فيه لتر ديال الماء مع هذيك الفاكهه، خرج لي اكثر من لتر ونص. انا درتو خاتم، نتوما لو ديرو خفيف غادي يخرج لكم اكثر من 2 لتر ديال العصير، وساهل وكيوجد في 5 ديال الدقائق، وصحي ما فيه لا سكر لا والو. كيجي خاطر وروعه في المذاق وصحي، وكنديرو في الدار عارفين شنو طاحنين فيه وشنو كنشربو لوليداتنا. كما قلت لكم في 5 ديال الدقائق يكون عندكم 2 لتر ديال العصير. بقاو معايا وشوفوا مقادير الطريقه ديال التحضير، واللي معايا جديد ما تنساش ضغط على الجرس باش يوصلك الجديد، وتابوني الى عجبت القناه بطبيعه الحال، وديروا لايك وتبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده وفرجه ممتعه. بسم الله، نبدا بالمقادير. عندي هنايا واحد البرتقاله، واحد التفاحه، وواحد 6 ديال المشمش هذاك يكون طيب مزيان، وعندي هنايا واحد 7 التمرات. الحلاوه كتبقى على حسب الاختيار، تقدروا تكتفيوا بالحلاوه ديال الفواكه، تقدروا ديروا السكر او حبوبات، او تقدروا ديروا العسل. المهم اللي كيعجب لكم في الحلاوه تقدروا تضيفوه. صافي، انا كنفضل دائما العصير كنضيف له التمر ولا العسل باش يعني كيكون صحي، ما فيهش يعني السكر، لان السكر ماشي صحي. صافي، غادي ندوز دابا للطريقه. وعندي الماء. صافي، دابا غادي ناخذ هذا المشمش، غادي نحايد له هذاك النوى او العظم، خصو يكون طايب باش كيجينا العصير زوين. عصير ليمون عيش وكيجي صحي ولذيذ بزاف، حس ملي كنشريو كيخرجنا كمية كبيرة غير بهاد الفاكهة اللي عندي هنايا. غادي نقشر التفاح، تقدر ديرو حتى بالقشور ديالو، لأن غادي نصفيو هاد العصير. كناخذ هاد البرتقاله او هاد الدشينه، كنحيد لهداك القشور الفوق، نحاول ما نحيدوش هداك الابيض باش ما يجيناش مر، كيعطينا واحد اللون زوين، وكيعطيو يعني راه فيه فيتامين بزاف هاد القشور. عفوا. صافي، كنزيدو الفوق هنايا وكنقشر هاد البرتقاله. نخليو شويه داك البيض، لان داك القشور البيض كيتعين واحد اللي خلينا كيعطينا المروريه في العصير. صافي، ملي قشرتها كنحلها لداخل واش يكون فيها شي نوا هكا ولا زريعه، لان الا قتاستنا غير حبه وحده كضيعنا العصير كيولي مر. كنشوفو مزيان واش ما فيش. صافي، كنديرو هنايا كنزيدو حتى هاد التمر، كنحيدو له داك النوى. التمر كتعطي واحد المذاق زوين للعصير، وهي راه صحيه فيها بزاف ديال الفيتامينات. اللي كتعجب له ولا متوفر عنده بطبيعه الحال، اللي ما عندوش يقدر يدير سكر حبوبات. الا كان البرتقال حلو يعني بلا ما تزيدوا السكر، لان الا مشمش حلو وتفاح حلو. صافي، غادي كنزيد غير واحد الكاس ديال الماء، كنطحن مزيان هاد الفواكه حتى كيطحنوا مزيان، عاد كنزيد الماء اللي بغيت في العصير باش كيطحنوا ليه مزيان. صافي، غادي نطحن، ملي غادي نطحن نجي معاكم. صافي، هاد ملي طحنتو مزيان، دابا غادي نزيد الماء على حسب نتوما شحال بغيتو، واش بغيتوه يعني يكون سائل ولا يكون خاتم. غادي نعاود نطحنو.
صافي دابا ملي طحنتو غادي نصفيه، الا بغيتي تخليوه هكذا كتخليوه هكذا يعني كيبقى اختياري. انا كنفضل نصفيه الا بغا يبقى فيه شي جلد هذاك ديال البرتقال. صافي ملي صفيتو كنبقى غير داك الجلده ديال البرتقال باش هكا يبقى ديال باش كرميو. ها هو البنات كيجي العصير ديالي كيجي روعه. انا درت ضفت له لتر ديال الماء هذيك الفواكه، خرج لي لتر ونصف، نقدر كثر شويه نتوما الا بغيتو. يعني خليته خاطر كيجي خاطر. نتوما الا بغيتو يجي خفيف تقدر تزيدو فيه حتى جوج لتر، يعني تديرو لتر ونصف ديال الماء مع هذيك الفواكه يخرج لكم زوج لتر ديال العصير. كيجي روعه البنات، كيجي خاطر ولذيذ، يعني واحد المذاق لي روعه. هذيك المشمش مع هذاك البرتقال كيجي فنه. نتمنى تجربوه ويعجب لكم، وشكرا بزاف على المشاهده حتى الفيديو ان شاء الله. والسلام عليكم، ما تنساوش ديروا لايك.